طيب، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ بعض الأساسيات في اللغة وفي البروبابيليتي، تمام؟ بعض الأساسيات في اللغة وفي البروبابيليتي. هذا الأساس يعني راح يفيدنا كتير كتير في هذا الكورس. طيب، ممكن نبدأ المحاضرة باقتباسين. الاقتباسين هدول متناقضين. الاقتباس الأول بيحكي إنه it must be recognized that the notion in the probability of a sentence إنه is an entirely useless one. بمعنى آخر، هو يعني بيطرح إنه لما احكي البروبابيليتي تبع جملة معينة، بالنسبة له هذه شغلة عديمة الفائدة على الإطلاق. شفنا المحاضرة الماضية إنه إحنا كيف بدنا نعتمد على البروبابيليتي في الترجمة، وهنا من وجهة نظره إنه يعني إنه 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 البروبابيليتي هذه شغلة عديمة الفائدة، لأنه مش دائما إنه البروبابيليتي إنه ممكن الاعتماد عليها في الترجمة. في المقابل في عندي كود تاني بيحكي إنه whenever I fire a linguist our system performance improves. يعني لما أطرد linguist، شخص مختص في اللسانيات، يعني هذا تخصص يسمى بالعربية اللسانيات أو اللغويات، تمام؟ لما أطرد هذا الشخص من التيم تبعي، البرفورمانس تبع السيستم بيزداد. ليش؟ لأنه بحط كتير قيود وبصير بحكي إنه هذا بزبط وهذا بزبطش، وهذا من الناحية اللغوية بنفع وهذا من الناحية اللغوية بنفعش. فإحنا الاعتماد تبعنا على إيش؟ على البيانات، تمام؟ بتطلعوا برا هذا اللينجويست وبنعتمد على البيانات وبديني نتائج كويسة. هاي الفكرة في الموضوع، إنه إذا أنا اعتمدت على البيانات بيعطيني نتائج كويسة، لأنه البيانات فيها أنماط فعلا بتعكس اللغة. فعشان هيك إنه هدول الكورتس يعني فيهم كونفليكت مع بعض، وهذا الكونفليكت جاي في مجالات كتيرة. إيش المجالات هذه؟ الراشوناليست مع الامبريسست، الشخص العقلاني مع الشخص التجريبي أو العملي. الشخص العقلاني إيش بيقول؟ بيقول المنطق والعقل بيقول إنه ها يعني هيك مع هيك ما بزبطش، تمام؟ والشخص التجريبي إيش بيقول؟ خلينا نجرب ونشوف كيف، يعني يمكن في شغلة أنت مش ماخد بالك منها، يمكن في شغلة، تمام؟ ونفس الشيء بالنسبة للساينتست والإنجينير. الإنجينير إيش بيسوي؟ بيستخدم العلوم، بيستخدم العلوم. أما الساينتست إنه 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 بس إنه مجرد إنه فور يعني إنه بيبني ثيوري فقط فور ساينس، يعني مش إنه يستخدمها في أبليكيشن معين. الإنجينير بيستخدم العلم هذا في تطبيقات معينة. يعني على سبيل المثال، الساينتست بيجي بيقول انه رياضيا لما انه مثلا انه هذا الرقم يؤول الى ما لا نهايه، الانجينير بيحكي انا بتعامل مع ارقام، فيش حاجه اسمها عندي ما لا نهايه. ما لا نهايه بالنسبه لي انه it's a very large number، رقم كتير كبير، فبالتالي الحد تبعه في الابليكيشن تبعي مثلا مليون، 10,000، زي هيك، تمام؟ ونفس الشيء بالنسبه للانسايت والديتا اناليسيس، تمام؟ الديتا اناليسيس انه بتعمل تحليل للبيانات، والتحليل تبع البيانات هذا انه على حسب البيانات ممكن تطلع لي بعض التحليلات انه انا ما كنتش متوقعها بالمرة. وهذا هو الغرض من هذا العلم، انه انا اشوف انماط انا ما كنتش عارفها بالديتا فيجواليزيشن، انا ممكن انا اشوفها، تمام؟ اما الانسايتس انه هو بيكون في عنده زي
انطباع مسبق او نمط معين في ذهنه موجود عن البيانات، والافترض انه يكون زي هيك يعني. انسايت انه بالضبط، هي بترجموها انه يعني رؤى او اضاءات او استنارات، يعني انه بتكون مثلا تلقي الضوء على منطقة معينة او جزء معين من البروبلم. واخر شغلة اللي هي explaining language versus building applications. احنا جايين هنا ايش نعمل في هذا الكورس؟ لا، بدنا نبني ابلكيشنز، بدنا نبني ماشين ترانسليشن سيستمز. تمام؟ مين اللي بيعملوا اكسبلين لللانجوج؟ الاشخاص اللي بيدرسوا لسانيات. احنا هذا مش شغل، لانه انا اقعد انا افسر انه اللغه والتراكيب اللغويه وانه هذا الفوكابلري كان مستخدم زي هيك زمان وهلقيت بطل، لا. تمام؟ طيب نرجع للعنوان، حكينا انه احنا بدنا نشرح بعض الاساسيات المتعلقه باللغه، ورقم اثنين بالبروبابيليتي. نبدا برقم واحد، اللغه. تمام؟ بدنا نطلع على اللغه بمنظور ساذج على الاخر. كيف بدنا نعرف اللغة؟ بدنا نعرفها تعريف ساذج على الآخر. اللغة هي عبارة عن إنه اللانجوج بتحتاج لبعض الأسماء. الأسماء هذه إيش طبيعتها؟ إنه ناون، والناون هنا إحنا التفكير تبعنا تفكير أوبجكت أورينتد. الأوبجكت هو عبارة عن إيش؟ كائن له مجموعة من الخصائص ومجموعة من الوظائف، سلوك behavior. تمام؟ فبالتالي انه النونز هي عبارة عن اوبجكت موجودة انا عندي في العالم زي الدوغ مثلا، والاوبجكت هذه بتقوم بمجموعة من الفيربس اللي هي الاكشنز زي جامب مثلا، وفي انا عندي adjectives وادفيربس اللي هي عبارة عن خصائص للاوبجكت هذا. تمام؟ يبقى هذا اسم الكلاس، كلاس دوغ. تمام؟ لو بدنا نفكر تفكير اوبجكت اورينتد، ايش الاتريبيوتس تبعته؟ اتريبيوت الكلر براون. تمام؟ وهنا سبيد سرعه، انه كويكلي ايش بيسوي؟ بيقفز. تمام؟ هذا تعريف ساذج للغه. طبعا اللغه حاجه اكثر تعقيد، انه احنا ايش اللي بنتميز كبشر؟ انه احنا في عنا تواصل وفي عنا اللغه وعنا القدره على تسميه الاشياء. هذه الشغلات مش موجوده عند الكائنات الاخرى. طيب هدول الشغلات الثلاثه ايش بدي اسوي؟ بدي انا احدد العلاقه بيناتهم، والعلاقه هذه ممكن تكون انه الوورد اوردر، ترتيب الكلمات، والمورفولوجي. مورفولوجي هو التصريف. تمام؟ والفانكشن ووردز. الفانكشن ووردز هنشوف زي بستخدمها في زي قل التعريف مثلا. تمام؟ اكيد المصطلح هذا مر عليكم او على بعضكم، الباج اوف ووردز. ايش معنات باج اوف ووردز؟ الكلمات الشائعة أو الأكثر تكرارا. هي كل الكلمات اللي موجودة أنا عندي في التكست كوليكشن، صح؟ ليش؟ طب ماشي، ما دام إنه كل الكلمات ليش سميناها باجز؟ ما بعمل بريزيرف للأوردر أو السيكونس، ما بتحتفظ بهذه المعلومات، هي عبارة عن كلمات مبعثرة. تمام؟ فكلمات
كيف بيتم تمثيلها عادة؟ بيتم تمثيلها زي ما أنتوا أخذتوا في ماتريكس، بيكون شكلها بهذا الشكل. أنا عندي W1، W2، W3، وعندي D1، D2، D3. هذول كل الكلمات التي وردت في كل المستندات أنا عندي، وهذول المستندات كلهم، فبمثلها بماتريكس اللي هي بنسميها Term Document Matrix. Term Document Matrix. البيت الويت اللي هنا في عندي أنظمة كثيرة، القيمة اللي هنا في عندي أنظمة كثيرة، في نظام الباينري موجودة أو مش موجودة بغض النظر عن التكرار. فبالتالي أنا باجي بحكي إنه في الدوكيمنت واحد هذه مش موجودة، هذه موجودة، مش موجودة، مش موجودة، موجودة. فبالتالي أنا مش عارف ترتيب الكلمات في الدوكيمنت، أنا بس عندي معلومة إنه هذول الكلمات موجودة ولا مش موجودة، هذا باينري. وفي عندي تيرم فريكونسي، بحط إنه هذه تكرر ثلاث مرات، هذه مرة، هذه زيرو من المرات. وفي عندي تي اف اي دي اف، تمام. ففي عندي عده انظمه للويتنج سكيمز للباج فورز، تمام. لكن مصطلح الباج فورز زي ما اتفقنا انه انا بدي افهم انه هي عباره عن كلمات مبعثره ما في اي علاقه، يعني ما بتحفظ السيكونس على الاطلاق او ما بتحفظ تسلسل الكلمات، تمام. فهدول الكلمات رحت هيني بعترتهم quick fox lazy brown jump dog. ممكن نيجي للنقطة الأولى الـ word order، هل ممكن أرتبهم وأكون جملة مفيدة؟ بعدين بدنا نحكي على المورفولوجي، هل ممكن إنه ألعب في التصريف تبع الكلمات هدول؟ تمام؟ هل ممكن أنا أضيف الـ function words؟ هنشوفها واحدة واحدة. نيجي للعلاقة، إنه أنا بدي أعمل الـ word order، فممكن أعمل connection بين الكلمات زي هيك، إنه الـ fox إيش بتزبط معاه؟ بتزبط معاه quick brown، دائما الـ fox brown، تمام؟ jump برضو كذلك، الـ dog ايش ممكن انه يكون في علاقة بينها وبين الكلمات الثانية اللي هي ليزي، تمام. طبعا ليزي بالنسبة للفوكس، فوكس سريع جدا، تمام. وبرضه ممكن يكون جمب، هل ممكن يكون براون؟ وارد، وارد، تمام. بس انا شكلت هذه التشكيلة انه بزبط انه انا اعمل اوردر ثاني مختلف، فبالتالي انه ممكن انه من خلال هذا الربط انه كويك براون فوكس جامب ليزي دوغ شبه جملة، لسه في شيء ناقص. ايش الناقص؟ ايش عرفنا اللغة؟ ايش عرفنا ان هي مجموعة من الاوبجكت فيربس اكشنز، فبالتالي انا بنقصني هنا اكشن معين، تمام. انه الاكشن هذا انه جامبس اوفر، عشان يكون المعنى واضح انه ضفنا الاوفر هذه، انه هي عبارة عن ادفيرب انه قفز، قفز وين؟ فوق، اوفر ليزي دوغ، تمام. لسه ما وصلناش للمورفولوجي. نقسم منه شوي. تمام. طيب نيجي للمستوى الثاني المورفولوجي. تصريف، طبعا الجملة هذه مش محطوطة في أي زمن، تمام. المورفولوجي أنا ممكن أجرب، يعني إنه أطبقه على الكلمات، إنه أنا أعمل تصريف للكلمات. يعني على سبيل المثال دوغ هذه إيش الصيغة تبعتها؟ في مفرد وفي جمع. والجمب هذه ممكن تكون
ماضي وحاضر، ماضي ومضارع ومستقبل، تمام؟ هذه مضارع بسيط، فبالتالي انه كويك براون فوكس جامبس اوفر ليزي دوغ، فبالتالي انا عملت مورفولوجي هنا لهذه الكلمه، لاحد الكلمات الموجوده، لو بدي احطها بصيغه الماضي فده تصير جامبت اي دي، تمام؟ بدي احط بعض النوانس للجمله هذه، يعني على سبيل المثال بدي احط الديفينيت ارتكل عشان تكون بيرفكت اكثر، يعني ذا كويك براون فوكس جامبس اوفر ذا ليزي دوغ، صحيح، تمام؟ يبقى هذا تعريف مبسط جدا للغه. لغه عباره عن مجموعه من الكلمات في لها اوردر معين، تمام؟ الاوردر هذا بيؤدي لمعنى معين، طبعا في مورفولوجي، في تصريف لهذه الكلمات، وفي ممكن اضيف انا عندي يعني الفانكشن ووردز لهدول الكلمات. واضح لغايه الان؟ كيف؟ زي ده and، صحيح. طيب الاجريمنت، الاجريمنت هنا انا موجود عندي نص باللاتيني، بدي اعطيكم انا المثال باللغه العربيه. طبعا الاجريمنت انا في عندي عده انواع من على سبيل المثال لو احنا شكلنا جملة حكيت انه صادفت احمد في المدرسة وقال انه تمام، وهنا ممكن انه صادفت احمد في المدرسة وقال انه انها لازم يكون في عندي اجريمنت بين البروناون الضمير، تمام، مع النعم. وهنا انا فيش لانه صرف احد، كيف؟ على مين بتعود؟ قال انا يبقى النعم انا عندي المدرسه والها بتعود على المدرسه، تمام. يبقى هذا نعم بروناون اجريمنت، هذا اسمه نعم بروناون agreement. لازم يكون في توافق بين الاسم والضمير. مثال ثاني برضه موجود هنا، بس لو بدي احطه في مثال منفصل، احنا بنقول نبدا عاده بالعربيه، بنبدا بالفعل ولا بالاسم؟ نقول احمد قال ولا قال احمد؟ ايش الدارج اكثر؟ قال احمد. بنقدم له مهم كثير الشخص، تمام. هذا ايش اسمه؟ subject verb agreement. ما ينفعش اني اقول قالت احمد، صحيح، تمام. احمد هو الفاعل وقال هو الفعل، فلازم يكون في عندي موافقه بين الفعل والفاعل، بين التذكير والتأنيث، يعني مش بالشرط، مش بالضروره انه يكون تذكير وتأنيث فقط، ممكن يكون انه الصيغه هذه مذكر مثنى او جمع، تمام. واضح؟ تمام.
طيب الكيس، الحالة الإعرابية، الكيس اكتبي عليها الحالة الإعرابية، تمام؟ الحالة الإعرابية في المثال اللي احنا شايفينه هنا، انه انا في عندي هنا المثال بالألماني وبالإنجليزي، انه the woman gives the man the object the apple. هذا عبارة عن object مفعول به، هذا indirect object مفعول به الثاني بالعربي، تمام؟ ومين الفاعل؟ وهذا عبارة عن الفيرب، تمام؟ إيش الترجمة بالعربية؟ المرأة أعطت الرجل التفاحة، تمام؟ هجيت الكيس هذه ممكن إنه يصير فيها ري أوردر، فبالتالي إنه هنا بيصير إنه هذا indirect object، تمام؟ وهنا subject وهنا الأوبجكت، فبالتالي المعنى بيصير إنه الرجل أعطى المرأة التفاحة، تمام؟ ايش المش ظابطه؟ هذا بالالماني، تمام؟ بالالماني اذا انا غيرت الاوردر، تمام؟ بصير انا عندي عفوا مش اذا غيرت الاوردر، اذا تغيرت الحاله الاعرابيه، تمام؟ ممكن انه هو يختلف المعنى. هنا نفس الترتيب تبع الجملة، تمام؟ لكن الحالة الإعرابية تبعت كل كلمة إنه هذا الفعل وهذا مفعول به تاني وهذا مفعول به. الآن لو تغير الحالة الإعرابية إنه هذه بدل ما هي كانت فاعل صارت إنه مفعول به ثاني، وهذا صارت الفعل وهذا صار أوبجكت، بيتغير المعنى، تمام؟ طبعاً الحالة الإعرابية إحنا عندنا بالعربي تحديدا الكيس انفليكشن، تمام؟ يعني على سبيل المثال ممكن انا اجي اقول اخبرت المسافرين ولا المسافرون؟ مسافرين تمام. غير لما تقول إنه المسافرين مرفوعة مكان فاعل مثلا، فبالتالي بتصير مسافرون مرفوعة بالواو، تمام؟ فهي اللي مقصود بها الكيس انفليكشن. الكيس يبقى هي عبارة عن الحالة الإعرابية، تمام؟ والحالة الإعرابية أنتوا عادة في النحو في المدرسة وفي التوجيهي وفي في الجامعة، إيش السؤال الأكثر تكرارا اللي بيجيكم؟ أعرف ما تحته الخط أو أعرف الجملة التالية، تمام؟ طيب ندخل البروبوزيشن في الموضوع. البروبوزيشن انه الجملة كانت انه the woman gives the man the apple، والترجمة بالعربي احنا اعطت المرأة الرجل التفاحة، تزبط هيك؟ اذا دخلنا البروبوزيشن حرف الجر، بريبوزيشن يعني حرف الجر، فبتصير انه the woman gives the apple to the man، اعطت المرأة التفاحة الى الرجل، تمام؟ كيف؟ صحيح، وكله في محل نصب مفعول تاني، تمام؟ واضحة الأمور لغاية الآن؟ تمام. نيجي لتعريف الكلمة. احنا عرفنا اللغة، بدنا نعرف الكلمة، هي البيانات تبعتنا، لسه بدنا نصل انه ايش البيانات تبعتنا، هي الكلمات، تمام؟
This is a simple sentence. هذه عبارة عن مجموعة من الكلمات. المستويات اللي احنا ذكرناها في اللغة لدي اجي اطبقها على هدول الكلمات واحدة واحدة. هي احنا حكينا انه اللغة ببساطة شديدة جدا وتعريف ساذج لها انه اللغة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات. تمام؟ هذه كلمات. This is a simple sentence. ممكن اطبق عليها المورفولوجي. تمام؟ انه المورفولوجي انه this is انه التصريف تبع هذه انه هي عبارة عن verb to be. رجعتها للأصل تبعها. تمام؟ وهذه عبارة عن third person و singular. اكتبي عليهم هدول الاثنين. third person و singular. وفي أي زمن هي؟ في زمن المضارع. تمام؟ وعشان تكون الأمور واضحة بالنسبة لإلكم، مفرد. حطيت لكم هنا جدول بشرح طبعا عندي الشغلات موجودة في اللغة. تمام؟ طبعا أنا في اللغة أنا عندي الشخص الأول والثاني والثالث. مين هدول الأشخاص؟ الشخص الأول زي ما احنا بنحكي بالعربي هو عبارة عن المتحدث، بنسميه بالعربي المتحدث اللي هو I وwe. هذا first person singular مفرد و third person plural جمع متحدث. طيب السكند بيرسون مين هو؟ المخاطب انت. والثيرد بيرسون الغائب اللي هو هي وشي وات. تمام؟ السكند بيرسون المخاطب برضه في مفرد وجمع، انت وانتم، ولكن بالانجليزيه بتطلع يو ويو. والثيرد بيرسون انا عندي هي وشي وات بالضبط، وبتطلع هدول انه في البرولير برولر بتطلع دي. تمام؟ فبالتالي انتم لما توجدوا عندكم هنا انه هذه عباره عن verb to be third person singular. third person يعني الغائب، الاز الاز بتستخدم مع الغائب singular وفي الزمن المضارع. نضيف مستوى ثاني اللي هو ايش؟ part of speech. ايش البارت اوف سبيش؟ اقسام الكلام. ايش اقسام الكلام؟ احنا عندنا بالعربي ثلاث اقسام، اسم وفعل وحرف. تمام؟ هذه عباره عن ديتيرمينانت ديفينيت ارتكلز. تمام؟ هذه عباره عن فيرب وهذه برضه ديتيرمينانت اللي هي الدس والاي، هذه كلها بتيجي تحت نفس الفئه. هذا عباره عن جي جي ادجكتيف. تمام؟ وهذا عبارة عن now sentence يعني now. نضيف مستوى إضافي اللي هو syntax. syntax يعني النحو، يعني الإعراب. تمام؟ الإعراب الجملة مكونة من إيش؟ noun phrase و verb phrase. NB و VB. جملة اسمية وجملة فعلية. تمام؟ الجملة الاسمية انه this والباقي كله هذا عبارة عن جملة فعلية، والجملة الفعلية هذه برضه فككتها اعربتها عبارة عن ايش؟ الفيرب تو بي بالاضافة للديفينيت ارتكل بالاضافة بعد يعني الفيرب تو بي بالاضافة للناون فريز هذا كله مع بعض عبارة عن ناون اللي هي عبارة عن ناون فريز. A simple sentence هدول كلهم على بعض جملة بسيطة، هذه كلها عبارة عن noun. تمام؟ من ايش مكونة؟ من الديتيرمينانت من الديفينيت ارتكل والادجكتيف والناون. فهيك احنا ضفنا السينتاكس. نضيف مستوى جديد اللي هو السيمانتكس.
اللي هو ايش؟ المعنى. ما هو تعريف السنتنس في القاموس؟ وزي ما انتم ملاحظين هنا مكتوب سنتنس واحد، معنى ذلك انه هناك اكثر من معنى لكلمة سنتنس. شو تعريف الجملة في هذا السياق؟ طبعا string of words، سلسلة من الكلمات satisfying a grammatical rules of a language، بتخضع ل، يعني لما بقول جملة، جملة مع يعني بفترض انه هي مفيدة، ما دام انه هي مفيدة معنى ذلك انه بتتبع قواعد نحوية في للغة معينة. تعريف سيمبل، ايش تعريف السيمبل؟ بسيط. ايش يعني؟ having few parts. والمعقد إلها أجزاء كثيرة، فبالتالي هذا هو تعريف السيمبل. نضيف كمان مستوى ديسكورس، لاحظوا إنه هذا الكلام كله مر علينا، هذا أنا فيه هنا بنربط كل الأمور مع بعض على نفس المثال. أنا عندي هنا ديسكورس، إيش الديسكورس؟ زي ما حكينا إنه أنا بعمل تحليل للنص، تمام؟ شو طريقة التركيب اللغوية؟ شو طبيعة الخطاب؟ الديسكورس المستخدم هنا هذا عبارة عن كونتراست. إيش الكونتراست؟ الكونتراست إنه أنا بحط نقيض الشيء، تمام؟ This is a simple sentence but، أي نعم هي الجملة هذه بسيطة ولكن، but it is an instructive one. عارفين ايش يعني instructive one؟ إلها معنى، تمام؟ وفيها معلومة و زي كأنه بنقول إنه يعني خير الكلام ما قل ودل، تمام؟ فبالتالي انه اي نعم الجمله هذه بسيطه ولكن انه بالضبط an instructive one. طيب هاجيت هدول كم مستوى؟ احنا بدينا في الوردز، بعدين ضفنا المورفولوجي، بعدين البارت اوف سبيش، بعدين السينتاكس، بعدين السيمانتيك، بعدين الديسكورس، ست مستويات. نيجي للسؤال اللي هنا، why language، why is language hard؟ ليش فبالتالي انا عندي ambiguities على عدة مستويات اللي احنا شفناهم، وهذا الكلام احنا شفناه في سلايدات سابقة، انه انا في عندي ambiguity على مستوى المعنى، في عندي ambiguity على مستوى ال على 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 مستوى السينتاكس، في امبيجوتي على مستوى الديسكورس، ايش المقصود في هذه الجمله؟ يعني انه هل هي عباره عن كونتراست او ايش المقصود بالضبط؟ تمام. ليش كمان انه اللغه صعبه؟ شفنا تعريف مبسط للغه بس الان اجينا وفعلا ادركنا انه اللغه صعبه، فيها الرولز، اي نعم، ولكن الرولز هذه فيها العديد من الاكسبشنز، فيها كل اللغات تشوفوا في العربي، تمام، في عندنا عده قواعد بس هو هذه استثناء. في عندي الجموع، فيها جموع تكسير، وفي انا عندي في عندي جذور الكلمات، في البعض منها فيها استثناءات، تمام. واحنا فعليا ما عندناش فهم كافي انه كيف الهيومنز بروسيس ذا لانجويج، تمام. فبالتالي السؤال اللي بيطرح نفسه بعد ما شفنا هذه الصعوبه، انه كان وي ليرن everything about language by automatic data analysis؟ هنا انا بقدرش اني اجاوب انه او لا.
نوعا نقدرش انه احنا learn everything، تمام، لكن انه نوعا. من وين بدنا نتعلم؟ من البيانات، والبيانات تبعتي عبارة عن ايش؟ الكلمات، تمام. وتعريف الكلمات string of letters، سلسلة من الأحرف separated by spaces. هذا التعريف المنطقي للكلمات، تمام. ولكن ايش المشاكل؟ انه انا في عندي punctuations، تمام، علامات الترقيم زي الكوما والبيريود، وعادة هدول بفصلهم في التوكنايزيشن، ما بتكون جزء من الكلمة، بفصلها لحال. في عندي هايفنز زي مثلا انه هاي ريسك، بتكون لازقة ببعض هايفن. وفي انا عندي الكليتيكس هاي، وفي انا عندي الكومباوندز، الاسماء المركبة او المفردات المركبة، تمام. ولكن هدول كلهم ما فيش مشكلة. ايش المشكلة؟ انه يكون في عندي لغة ما فيش فيها سبيس. في اللغة الصينية ما فيش حروف، عندي كلمات، وكل كلمة في لها رمز. كل اللغات، معظم اللغات، انه انا بشكل الكلمات، انه انا بحط لي شوية حروف مع بعض هيك، ها بتشكل لي كلمة، تمام؟ صحيح. كيف؟ صحيح. تمام؟ كيف؟ صحيح. كيف بقرأوها؟ يعني انه يعني مش انت بتستخدم الايموجيز؟ طيب يعني هل ممكن ان اكتب ما هو الايموجيز هذه؟ يعني انه يعني انا بحكي انه اي ام وبعمل زي هيك، تمام، او ممكن اعمل ايموجيز تتحول زي هيك. مش هذه بتستبدل كلمة happy، وهذا عبارة عن simple، تمام. انت متنظريش اليها انه هي، انا بالعامل كتبتها هيك بالهذا، لانه هي عبارة عن simple، صارت انه هي included في اللغات وفي لها unicode، تمام. فبالتالي هذا عبارة عن رمز. ممكن انا باجي بحكي في الشات انه انا رحت على السوق واشتريت شوية سمك مثلا، بتاع بكتبش كلمة سمك بقى يعني، تمام. وممكن استخدم بدل رحت احط لي هذا الايموجي اللي قاعد بيمشي، والماركت استبدله يعني. فبالتالي انه يعني ليش لا، تمام. نرجع للبيانات تبعتنا، الوورد في الكلمات، وبدنا نشوف الوورد كاونت هذا اللي احنا بدنا نعتمد عليه في الترجمة في له دلالة ولا لا. هل لقيت اليوروبال اليوروبال كوربوس؟ هذا عبارة عن كوربوس بعدة لغات، لغات الاتحاد الأوروبي 28، وأخذنا الإنجليزي منها بس، وعملنا كاونت وحسبنا الموست فريكوينت. طبعا الموست فريكوينت أنا ممكن أنا أطبقه على أي كلمة، فبالتالي واضح جدا إنه هذه حوالي 2 مليون، ده منطقي جدا انه مستخدمة definite article كتير، الكوما مستخدمة كتير، نقطة مستخدمة كتير، of, to, and، واضح هدول انه مستخدمة كتير في اللغة. بس هل في لها دلالة؟ ما لها دلالة، تمام. وقتيش ممكن يكون في لها دلالة؟ اذا انا استهدفت most frequent word على سبيل المثال ببارت اوف سبيش معين، في جزء معين من اجزاء الكلام،
زي الناونز مثلا، ممكن انا استهدف الافعال. ايش الدلاله اللي هنا؟ تمام، انه انا بدي اشوف ايش الشغلات اللي بيتم تداولها في جلسات الاتحاد الاوروبي. ايش الاسماء اللي بيتم تداولها؟ يوروبيان ماستر، واضح جدا. يعني هيك صرت انا اتخيل، زي ما انتم قاعدين هيك تخيلوا حالكم قاعدين في جلسه اتحاد اوروبي، تمام. فرئيس الجلسه بحكي انه حضره السيد فلان، تمام، واكيد كلمه يوروبيان مستخدمه متداوله بشكل كثير كبير، تمام، والكوميشن برضو كذلك، السيد الرئيس، اعضاء البرلمان، اليونيون، الريبورت. بتطلعوا على التقارير كثير، فبالتالي ها صرت اتخيل انه ايش اللي بيدور في الجلسات من خلال الموست فريكوينت ووردز. طب ايش الاكشنز او الفيربس اللي بيتم تداولها اكثر شيء؟ لو استهدفت انا بدل الناونز هنا الفيرب، بقدر انه اتخيل ايش اللي بيدور قاعد. مش ضروري اقرا كل جلسات الاتحاد الاوروبي، بس باستخدام الموست فريكوينت ووردز صرت متخيل ايش اللي بيدور قاعد في الجلسات. تمام، على النقيض انه في عندي قائمه طويله من الكلمات فقط كان تكرارها مره واحده، هل في لها دلاله؟ زي ما most frequent لها دلاله، ايش الدلاله؟ ايش دلالة الكلمات اللي وردت مرة واحدة في النص؟ مش مهمة. قديش عددها؟ 33 ألف كلمة. لو أنا بدي أفكر من ناحية إنه بدي أعملهم دروب، أكيد أنا بعمل فيتشر ريدكشن كتير يعني، أوكي، بس أنا بحكي يعني كدلالة زي ما اطلعت على most frequent إنه هي في لها دلالة. أو ببساطة المواضيع هذه نادر تداولها في الاتحاد الأوروبي، ببساطة شديدة جدا يعني، إنه زي هيك، تمام؟ زي مثلا انه الكورن فليكس، يعني قد يكون انه مثلا في قضيه فساد لبعض الاغذيه ومن ضمنها الكورن فليكس مثلا، تمام. الماثماتيشنز، علماء الرياضيات، طاجكستان هذه دولة مش عضو في الاتحاد الأوروبي، تمام، فبالتالي إنه نادر جدا إنه ما يصير في عنا إنه إحنا نحكي على هذه القضية، فبالتالي بقدرش أقول إنه هذه قضايا مهمشة، إنه هم يعني قصدا إنه زي هيك، أو إنه أنا والله هدول الكلمات بدي يعني إنه أشيلهم من الكوربس، لا، في لها دلالة، إنه هدول إنه شغلات نادر ما يتم تداولها، نادرة الحدوث. حكيت التكرار في له قانون، والقانون بيقول انه الاف ضرب الار بتساوي الكي. الاف هي عباره عن الفريكوانسي تبعت الكلمه، والار هو عباره عن الرانك، الترتيب. يعني على سبيل المثال انه هنا هدول انا بدي اجي ارقمهم زي هيك، انه هذه ترتيبها واحد، هذه اثنين، ثلاثة، أربعة، وهكذا. الكونستانت بيكون هو ناتج حساب الفريكوانسي ضرب الار. كيف؟ هذا الكونستانت ممكن استخدمه انه من الاوردر، من الترتيب اجيب الفريكوانسي اذا كان عندي الثابت. زي هيك. يعني هيني انا رسمت العلاقة، تمام؟ هاي الرانك، هذا مش تكرار. الرانك، هذه أول كلمة الأكثر تكرار، هذه ترتيب العاشر، هذه ترتيب 100، هنا التكرار، تمام. بنلاحظ انه العلاقة ايش؟ خطية، انه الكلمات اللي ترتيبها في الاول الها تكرار عالي، تمام، كل ما تأخر الترتيب كل ما قل الفريكوانسي. يعني هنا على سبيل المثال هذه الكلمة ترتيبها او تكرارها عفوا 5 مثلا، ف
بما انه الاف ضرب الار بتساوي الكي اللي هو القانون هذا، تمام؟ ايش انا بدي؟ بدي اجيب انه الفريكوانسي، اذا انا حسبت الثابت لهذه الكوربوس وكان عندي الترتيب، يعني انه ترتيبها في التكرار، بقدر اجيب قديش الفريكوانسي تبعها. فبالتالي الفريكوانسي بيساوي الثابت هذا الكي على الار. دخل اللوج في الموضوع في الطرفين المعادله، فبالتالي اللوج للاف ايش بيساوي؟ ليش؟ لانه انا القسمه بدي احولها لعمليه طرح، فبتساوي لوج الكي ناقص لوج الار. تمام؟ تمام؟ هيك احنا خلصنا اللغه، بدنا نيجي للجزء الثاني اللي هو ايش؟ الاستاتستكس. بدنا ناخذ بعض الاساسيات في الاستاتستكس. في اي اسئله لغايه الان؟ كل الامور تمام؟ طيب البروبابيليتيز، لاي كلمه موجوده ممكن نعمل استيميت للبروبابيليتي من خلال هذا القانون. البروبابيليتي تبعت الكلمه هو عباره عن تكرار هذه الكلمه على مجموعه تكرارات لكل الكلمات. من على عدد الكلمات مجموعة التكرارات، اللي هو في النهاية نفس عبارة عن عدد الكلمات، تمام؟ بس خلي بالك، في أنا عندي الورد كاونت وفي عندي الفوكابلري. الفوكابلري هو هي اليونيك ووردز. كيف؟ هلا عدد كلمة طبعا ولا كل النص قدم كلمة فيه؟ الفوكابلري هذا اللي في المقام هو عبارة عن مجموع التكرارات، واللي هو عبارة عن مجموع الكلمات. بالضبط. لكن الفوكابلري، يعني هنا بدنا نرجع لنفترض انه هدول بس يعني الشوسمو. فبالتالي انه انا عندي عدد الكلمات انه هي عباره عن هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه، بيطلع انا عندي الوورد كاونت للكلمات كلها. اما الفوكابلري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لو افترضت انه هدول الليسته بس، تمام؟ فبالتالي الفوكابلري انا بحسب فيه اليونيك ووردز. هنا عبارة عن مجموع الكلمات كلهم او عدد الكلمات كلهم، اللي هو عبارة عن مجموع التكرارات تبعت الكلمات هذول، تمام؟ هجيت هذا الاستيميشن ايش بنسميه؟ الماكسيموم لايكليهود. تمام؟ نصيغ هذا الكلام في معادلة. دائما في علم الإحصاء إنه أنا بفترض إنه أنا في عندي random variable W، دائما الـ variable بيكون capital، تمام؟ فبالتالي الـ probability distribution لهذا الـ variable W، اللي هو الـ probability إنه W بتساوي، هي W صغيرة، W صغيرة هي عبارة عن كلمة معينة أنا اخترتها، تمام؟ مرادف لإلها اختصارا ممكن انا اعمل بي دبليو صغير، بس مجرد فورموليشن، بس ما تشغلوش بالكم. كيف؟ صحيح. بس هنا انه الدبليو الكبيره، انه الدبليو الكبيره هي عباره عن فاريبل، الفاريبل هذا ممكن يكون ياخذ اي قيمه، يعني ممكن شو البروبابيلتي تبعت أرنب، شو البروبابيلتي تبعت حصان، شو معنى ده فاريبل انه بياخذ قيم معينه. فبالتالي لكن هنا بي دبليو صغيره انه قيمه معينه، تمام؟ الجوينت بروبابيلتي،
حاجات بدي، يعني في بعض الأحيان بتعامل مع two random variables في نفس الوقت. يعني على سبيل المثال W1 و W2 وهدول الكلمتين يعني انه بيكونوا في سيكونس معين، والسيكونس هذا بنسميه بايجرام. طبعا البايجرام جاي من نظام الانجرام، والان ممكن تكون اي رقم انا بختاره، يعني ممكن يكون يونيجرام او 1 جرام او 2 جرام او بايجرام او 3 جرامز او 3 جرامز او 4. ليش احنا بنسميهم جرامات؟ لانه ممكن انه يتم تطبيقها على الكلمات، ممكن يتم تطبيقها على الاحرف. لو انا بدي اعمل بايجرام مودلز للاحرف كيف بده يكون شكله؟ بايجرام للكلمات، افتح الباب. متخيلينه كيف؟ مر عليكم ولا اكتب لكم اياه على اللوح؟ البايجرام لجملة، افتح الباب، مين يحكي لي اياه يا بنات؟ البايجرام لا افتح الباب من فضلك، او افتح الشباك من فضلك. واضح؟ أول بايجرام حيكون F، تمام؟ خليني أكتبه تحت عشان ما يصيرش لخبطة، عشان ما يعني تتخيلوش يعني عن جين. وفاتا تتاحة بعدين سبيس ألف ألف لام هاز بيس. اوكي صح، هاي حاس بيس، بعدين سبيس الف، بعدين الف لام، بعدين ممكن استخدمها عشان اتخلص من موضوع الاوت اوف فوكابري، يعني انه تكون في عندي كلمه مش موجوده في التريننج وصادفتني في التست بتصير في عندي مشكله. لكن لو استخدمت الان جرام كاركتر موديلز بدل الوورد ليفل ممكن يحل لي المشكله هذه. وبرضه كذلك مستخدمه في التكست جنريشن. التكست جن ما هو الماشين ترانسليشن، هو عباره عن تكست جنريشن. أنا بدي أعمل موديل عشان يألف قصة. القصة هذه ممكن أعمل الموديل إنه وورد ليفل، تمام؟ وممكن أعمله كاركتر ليفل، فبالتالي إنه طبيعة المفردات اللي ممكن تكون مستخدمة، يعني ممكن إنه يتم بناء موديل بهذا الشكل، يعني على سبيل
ايش احتمال المقاطع اللي تيجي ورا الاف كبايجرام؟ ممكن تح ليش كمان؟ افعل 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 هذه لها probability، هذه لها probability. فبالتالي بقدر احدد ايش النكست بروبابل بايجرام بناء على البروبابيلتي، بناء على سياق معين. انا عندي سؤال، هل لقى البروبابيلتي حسب ما شرحتها؟ طيب انا حاساها هي التي اف صح؟ الكلمات تيرم فريكونسي. يعني ليش بنحكي يعني نفس المعنى مش تي اف لحالها انه الكلمه على عدد الكلمات الموجوده في الدوكيومنت؟ يعني ليش قصدي انه غير المصطلحات هي نفس العلم؟ يعني قصدي مشهور فكره انه تي اف اي دي اف واحده على مستوى الكوربس واحده على مستوى الدوكيومنت الواحد صح؟ لا انت بتحكي على التي اف لحال ولا على التي اف اي دي اف؟ لا انا بحكي على التي اف، انا حسيت هو نفسه التي اف صح ولا ارقام؟ التي اف هو نفسها البروبابيليتي. اه نفس الدوكيومنت صح. طيب وهون حسيته نفس الشيء كان حكيت في الاستيميشن للبروبابيليتي تبعت الكلمه الواحده. اي نعم بستخدم التكرارات، لكن زي ما احنا هي انت لسه استبقتي انه انا بدي يكون في عندي تو فاريبلز. هذا الكلام بالترم فريكونسي ما بقدر اعمله كابتشر. الجوينت بروبابيلتي فيها فرق، اما الترم فريكونسي لحال يعني هذه تكرارها 13 وهذه تكرارها 15. طيب ماشي وبعدين؟ بالضبط. اما بال انا بربطها هناك في شيء ثاني، مثلا كنا نربطها بالاي دي عشان نستفيد عشان نسال معنى كنا نعرف مثلا اهميه الكلمه. التي اف لها معنى. تيرم فريكوانسي لوحدها لها معنى. تمام. بس يعني هذا عباره عن ويتنج سكيم، ويتنج بعباره في وزن للكلمه، قديش اهميه هذه الكلمه. تمام. حكيت اهميه الكلمات لو انا اعتمدت على تيرم فريكوانسي بس حتصير انه كلمه ذا واوف واند وحالة تكرار. صحيح. وهذا ما لها علاقه كثير، فبالتالي ايش الفرق؟ ليش document matrix representation. هذا الكلام انت بيكون انه مضبوط، لكن هنا احنا بنحكي على probability تبعت الكلمات انه احنا بدنا نستخدمه في الترجمه. لا بيكون انه من خلال probability بدي استخدم joint probability بده يكون في عندي سيكونس معين. هذاك اللي بيتم تمديله في ماتريكس، اما هنا عباره عن سيكونس. تمام؟ باخذ السياق، لسه احنا بنحكي الباك اوف وردز، ايش مشكلة الباك اوف وردز؟ ما بعمل ريزيرف للاوردر بالمرة ولا يعني عملت له اعتبار خالص، أما هنا لا، في أنا حكيت إنه في عندي تو راندوم فاريبلز W1 و W2 ذات أكورز إن سيكونس وسميناها باريبل. تمام؟ طيب نرجع لموضوع الاسامبشن. اذا افترضنا الاكورنس تبع البايجرام هذا اندبندنت، هو فعليا ديبندنت لكن احنا بدنا نفترض اندبندنت. تمام؟ ليش؟ عشان انه حساب البروبابيلتي انه بس بده يكون حاصل ضرب بي واحد ضرب بي اثنين، لكن هما ديبندنت. افتح بده يجي وراها حاجه بتنفتح. تمام؟ عشان هيك اللينجويست ايش بيقول؟ بيقول كيف تعتبر انه هدول يعني اندبندنت؟
اما الكمبيوتيشنال لينجويست ايش بيقول؟ خلينا نعمل اسامبشن ونجرب ونشوف، وهي طلعت نتائج كويسه ليش لا؟ هذاك بيقولوا لا بزبطش، فايش نعمل؟ برضه صحيح بناء على الاسامبشن. تمام، حاجات يعني الاحداث هذه لو كانت اندبندنت الجوينت بروبابيليتي، يعني لو بدي احسبها بيكون عباره عن حاصل ضرب التو بروبابيليتيز هذول، لكن لو كانوا اندبندنت لا بتنحسبش بهذه الطريقه، بدها ترم من هنا لاخر السلايد، يعني انه عشان انه احنا نحسبها. لو اعتبرتهم ديبندنت تمام، كيف نعم، انه انا في عندي تو فاريبلز، هدول الاثنين صاروا مع بعض سيكونس معين، مش كلمه واحده، مش فاريبل واحد. قبل احنا كنا نحكي انه في عندي فاريبل راندوم فاريبل واحد دبليو، حكيت لا في انا عندي تو فاريبلز كلمتين. مدام في عندي two random variables الـ probability تبعتهم الـ joint معنى ذلك انه يصيروا مع بعض بـ sequence معين. وبناء على هذا الكلام الـ bw1 w2 هي عبارة عن الـ count 1 2 بعد عدد المرات اللي يجوا فيها مع بعض على عدد التكرارات كله. تمام؟ أو بمعنى آخر عدد البيجرامات كله. يعني أنا هيك أنا عملت بيجرام مودلز، زي ما أنا جبت الليستة تبعت البيجرام كلها، بجيب الليستة تبعت تكرارات البيجرامز كلهم، تمام؟ إنه هي كاونت W1 W2 وبروح بحسب لإلهم كلهم، تمام؟ واضح الجوينت؟ نيجي للكونديشنال الشرطية. تمام؟ ايش الكونديشنال probability؟ انه BW1 given W BW2 given W1، شو احتمالية انه الكلمة تكون شباك اذا علمت ان الكلمة التي قبلها هي افتح؟ أو شو احتمالية إنه لو conditional إنه شو احتمالية إنه الدنيا تمطر إذا علمت أن السماء غائمة مثلا؟ حاجات هذه conditional probability برضو في عندي two random variables W1 و W2، فبالتالي BW2 given W1 رياضيا هي عبارة عن BW1 W2 على B1، وكأنه الconditional probability انه هي نفسها هي هاي، هذه مش conditional. لو قلت انه conditional اذا علمت انه الكلمة الاولانية كذا فايش بروح بقسم على احتمالية الكلمة الاولى، تمام؟ فBW2 given W1 BW1 2 على BW1، تمام؟ حاجات لو أنا اعتبرتهم independent conditional معنى ذلك إنه dependent بيعتمدوا على بعض. لو اعتبرتهم independent BW2 given W1 إيش بتساوي؟ خلاص هداك ملهاش أي اعتبار، واضح؟ تمام؟ نيجي للتشين رول، قاعدة السلسلة. إيش قاعدة السلسلة بتقول؟ لا، قاعدة السلسلة في البروبابيليتي إيش بتقول؟ بسيطة جدا،
شوفوا كيف البساطة تبعتها. بي دبليو 2 جيفن دبليو 1 ايش بتساوي؟ لسه اخذناها قبل شوية في السلايد. بي 1 بي 2 على بي 1 ايش بروح بسوي؟ بضرب هذه في هذه، تمام؟ ايش بنتج عندي؟ هيو بي 1 بي دبليو 2 جيفن دبليو 1 ايش بتساوي؟ بي 1 ما عملتش اشي لسه، تمام؟ ايش قاعدة السلسلة بتقول؟ ما دام انه بي 1 بي 2 بتساوي بي 1 لوحدها ضرب بي 2 جيفن دبليو 1، هذا الكلام انا ممكن اطبقه على ثلاث متغيرات. كيف؟ حيكون بي 1 ضرب بي 2 جيفن دبليو 1 ضرب بي 3 جيفن 1 و2، تمام؟ هذه هي قاعدة السلسلة. بالمثل لما أنا طبقت على two variables هتصير مع ثلاث متغيرات بهذا الشكل. تمام؟ ايش المشكلة؟ ايش لا؟ واحد اثنين مع بعض كجوينت بروبابيلتي ايش بتساوي؟ بي واحد لحال ضرب بي اثنين جيفن واحد دبليو واحد. فقلت هذه احنا طبقناها على دبليو واحد ودبليو اثنين. لو هذا الكلام بدنا ندخل متغير ثالث وبدنا نعامل، يعني بدنا ناخذ انه بالمثل انه هذه المعادلة ايش موجود؟ بي دبليو واحد دبليو اثنين دبليو ثلاثة. ايش اول حاجة بنبدأها؟ بي واحد لحد، بعدين اثنين كونديشنال، لغاية الآن تمام؟ بعدين الثالثة بدي أحسب إنه بي دبليو الثلاثة، ثلاثة على مين الثالثة؟ واحد بالضبط، وبالتالي هنا دبليو واحد دبليو بالضبط بالضبط هنا الثانية بتعتمد على الأولى، والثالثة بتعتمد على الأولى والثانية. تمام. واحد واثنين من الثانية. خلاص؟ في حدا ضايل عنده مشكلة؟ في حدا عنده مشكلة؟ لا. كيف؟ وين هل ايش واحد بعدين؟ بعد ثلاثة مع بعض. ها؟
بعدين ثانية هلا واحد واثنين حطينا على اعتبار في اوس خلاص فهمت لما نحط في بس ايه خلاص بنحل المشكلة خلاص هذه مشكلتكم يعني مثلا على سبيل المثال انا في عندي افتح الشباك هذه امر تمام ايش اللي حيجي من بعدها لو سمحت من فضلك اي يعني تركيب لغويه فبالتالي من فضلك او لو سمحت بيعتمد على انه في انا عندي يعني صيغه امر يعني فعل امر قبليها الاولى والثانيه طيب نيجي نرجع لبايس قاعدة بايس عارفين الراجل هذا صح؟ bx given y بتساوي by given x في bx على by هذه القاعدة تبعته تمام؟ I get انه it can be derived from the chain rule ممكن انه يتم اشتقاق هذا القانون من الـ chain rule ايش الـ chain rule بتقول؟ انه bx y بتساوي bxy بتساوي bxy تمام؟ هذه ايش غيرها؟ غيرها bx given y في by وهذه by given x في bx تمام؟ احنا ايش بدنا؟ بدنا bx given y هذه بنقلها على الطرف الثاني في المقام بس تمام؟ طيب خلينا نتوقف هنا ناخذ بريك وبعديها هنرجع للاكسبكتيشن او اكسبكتيشن حاجه يعني خلينا نخلص